ندعوكم للانضمام إلى قناة وصفة سحرية بالضغط على زر الاشتراك الأحمر وتفعيل الجرس ليصلكم جديد الفيديوهات بمجرد وضعها في القناة، ولا تنسوا دعمنا بلايك إذا أعجبكم الفيديو والشير لإفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكل من يشاهد هذا الفيديو من قناة وصفة سحرية للوصفات الطبيعية. كيف حالكم أصدقائي صديقاتي؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة جيدة. في هذا الفيديو بإذن الله سأقدم وصفة طبيعية وسحرية لعلاج التآليل والزوائد الجلدية في الجلد. هناك العديد منا يعاني من هذه الزوائد الجلدية أو ما يسمى بالتآليل، تظهر في الجلد وغير مؤلمة ولكنها تفسد جمالية الجسم، لأنها تكون إما بلون الجلد وإما ذات لون بني، وتكون متدلية من سطح الجلد ويختلف حجمها من شخص لآخر، وتكون إما في العنق أو الرقبة أو في الجفون ومناطق أخرى. هذه الزوائد الجلدية تسبب حرج كبير للأشخاص، وهناك من أراد التخلص منها بعمليات جراحية وأدوية كيماوية. اليوم بإذن الله في هذا الفيديو سأتشارك معكم وصفة طبيعية مجربة للتخلص من هذه الزوائد الجلدية. إذن على بركة الله سوف نحتاج إلى المكونات التالية. سوف تحتاجون إلى البصل، وسوف نحتاج أيضا إلى الخل. فيما يخص الخل، يمكنكم استعمال خل التفاح، ولكن إذا لم يتوفر فيمكنكم استعمال الخل الأبيض أو الخل الأحمر. البصل أيضا ضروري في هذه الوصفة، ولا يجب تعويضه بأي مكون من المكونات. إذن على بركة الله، أول ما سوف نقوم به هو تنقية البصل ثم تقطيعه. المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. إذن بعدما قمنا بتقطيع البصل بهذا الشكل على شكل مربعات، الآن سوف نضع البصل في وعاء بهذا الشكل، قطع البصل المقطعة بهذه الطريقة تضعون قطع البصل. الآن سوف نضيف الخل، الخل الأبيض أو أي خل كما قلت لديكم. بهذا الشكل تضعون الخل على قطع البصل، تضعونها جيدا حتى تصبح كل القطع مغمورة بالخل، ثم سوف كما ترون بهذا الشكل، ثم تتركونها مدة 4 إلى 5 ساعات. بعد مرور هذه المدة تبدأون باستعمالها على الزوائد الجلدية. بهذا الشكل تأخذون قطعة، طبعا تكون مشبعة جيدا بالخل، ثم تمررونها مكان الزوائد بهذا الشكل، تفركونها جيدا بهذه الطريقة، ثم تأخذون لصاقة من الصيدلية بهذا الشكل، وتثبتون بها قطعة البصل
بهذه الطريقة وتتركونها من 5 إلى 6 ساعات كما أردتم، تتركونها المدة التي تريدون، المهم أن تكون مدة طويلة من 5 إلى 6 ساعات فما فوق. بعد ذلك يمكنكم المواظبة عليها والمداومة عليها كل يوم بهذه الطريقة، تضعون البصل وتضعون عليها لصاقة بهذا الشكل وتتركونها. طبعا لا تنسوا التدليك قبل أن تضعوا البصل عليها، يجب أن تدلكوا بقطعة البصل جيدا، بعد ذلك تثبتونها باللصاقة وتتركونها. كما قلت تداومون عليها حتى تختفي الزوائد الجلدية، فالمحتوى الحمضي الموجود في البصل والخل يعمل على تدمير أنسجة التآليل ويجعلها لا تنمو مرة أخرى. هذه الوصفة هي مجربة ومضمونة جدا، لذلك أردت أن أتشاركها معكم اليوم لتعم الفائدة. إذن صديقاتي داوموا على هذه الوصفة الطبيعية، فهي فعالة جدا ومجربة، وبإذن الله سوف تخلصكم من كل التآليل والزوائد الجلدية في جسمكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك للتشجيع، اعملوا مشاركة لرابط الفيديو عبر وسائل التواصل لنشر الإفادة، وإلى اللقاء في وصفة أخرى بإذن الله.